نشرة فنية جديدة تأتيكم على شاشة القاهرة الإخبارية، نتابع فيها كل أخبار الدراما الرمضانية ونسلط الضوء على واحد من أكثر مسلسلات هذا العام تميز، وهو مسلسل صيد العقارب. لحظات ونبدأ، أهلا بكم. حضرتك مين؟ نبدأ بتفاصيل مسلسل صيد العقارب، حيث تعود الفنانة غادة عبد الرازق لدراما رمضان مرة أخرى بقصة للكاتب المميز باهر دويدار. استطاعت من خلال الحلقات الأولى أن تخطف الأنظار والإشادات معا، فالقصة التي تدور حول عايدة التي تقع في مأزق كبير بسبب عائلتها تكشف كل يوم عن المزيد. المزيد من التفاصيل حول مسلسل صيد العقارب نتابع التقرير التالي. بالرغم من أن العقرب رمز الشر والغدر والموت، إلا أن عايدة تتعامل معه بكل ثقة ولا تخشى لدغاته القاتلة وتحصد من تجارته الأموال. لكن عايدة لم تنجو من غدر البشر وقسوتهم، مشاهد رومانسية وحياة هادئة تظهر في اللقطات الأولى من مسلسل صيد العقارب، لكن يظهر مع تصاعد الأحداث قلوب سوداء وقسوة تختفي خلف العيون الصامتة والشفاه الباسمة لا تحمل سوى ابتسامات صفراء. صيد العقارب مسلسل درامي يأخذنا إلى دراما بموضوع كلاسيكي كثيراً ما التفت الأسرة حوله في اشتياق لمعرفة الأحداث المتلاحقة، لكن بشكل عصري وبمعالجة جديدة حول فكرة الحقد والشر الذي يطغى ويقتل كل المشاعر الإنسانية الجميلة ويحولها إلى مشاعر انتقام قاتلة. الدكتورة عايدة أو غادة عبد الرازق، الفتاة الطيبة التي تحب زوجها وتعيش وسط أسرته، لكن بسبب الخيانة تتحول الأحداث رأساً على عقب وتزداد الأحداث صعوبة بمحاولة قتل والد زوجها لوالدها خشية انتقامه، فتقرر عايدة الانفصال عن زوجها وتؤكد له أنها ستقضي على أسرته بالكامل. عايدة تعبر عن مشاعرها وهي مضمون المسلسل الاجتماعي الشيق، وتؤكد أنها أجبرت على حياة الثأر السوداء فتحولت لعقرب يلدغ كل من حوله، وتحولت من صيد العقارب في الصحراء إلى صيد العقارب الآدمية في حياتها. لتفاصيل أكثر عن مسلسل صيد العقارب ينضم لينا مؤلف العمل الكاتب باهر دويدار. برحب بحضرتك وببارك لك طبعا على صيد العقارب. أهلا وسهلا بيك والله يبارك فيك. طيب الكاتب المميز باهر دويدار، كلمة صيد العقارب أو مصطلح صيد العقارب هو معروف زي صيد النحل بما يخص الاستخدام للسم بالعقار أو الأشياء الصيدلانية أو الطبية. حضرتك جبت الفكرة دي منين؟ لأنها فكرة مش منتشرة أو مش معروفة، لأنها مهنة بسيطة أو يمتهن هذه المهنة أعداد بسيطة من المجتمع أو من الشريحة المصرية. يعني الحقيقة تقرير شفته، يعني تقرير إخباري شفته من كذا سنة، أنا ما كنتش أعرف عن الموضوع ده قوي، لكن شفت تقرير ولفت انتباهي فابتديت أقرأ عن المهنة. نعم.
وما كنتش اعرف يعني، انا برغم ان انا طبيب بشري لكن ما كنتش اعرف كم الادويه والابصال اللي بتتعمل من فم العقارب، ما كنتش يعني على درايه بالموضوع ده. فاستهوتني فكره انه انه سم العقرب ده اللي احنا مرعوبين منه وخايفين منه هو مفيد جدا، وانه قد يكون التلاعب بالعقرب ده تبقى الدراميه، التلاعب بالعقرب انك تستفيد منه وتتقي شره، دي ممكن يبقى كونسبت او يعني فكره دراميه جيده. طب صيغه الفكره الدراميه بشكل مختلف، يعني اعتقد الاسم استاذ باهر فيه نوع من الاسقاط، الاسقاط على طبيعه شخصيه البطله الفنانه غاده عبد الرازق اللي بتجسد دور دكتوره عايده، وايضا طبيعه فكره الصراع الدائر في وسط المحيط او الاهل في المسلسل. حضرتك ازاي قدرت تستغل الاسم في تطفير كل هذه العوامل؟ هي الفكره انه يعني المسلسل ده اسمه اتغير، انا يمكن كنت صرحت قبل كده ان انا عامل المعالجه بتاعته من 10 سنين وبطور فيها خلال السنين دي، فاسمه اتغير اكتر من مره. لما استقريت على مهنه البطله انه يبقى لها علاقه بالعقارب والسموم، حسيت انه ده الاسم الاوقع علشان الاسقاط او المعنى اللي هو الدبل مينينج اللي حضرتك قلتيه، انه نقدر ناخد انها مهنتها وفي نفس الوقت هي دي طبيعه الصراع اللي بتخوضها بعد كده. الفنانه غاده عبد الرازق معروف عنها الانتقاء بعنايه للشخصيات اللي بتقدمها، لكن ظهرت تحديدا في شخصيه دكتوره عايده هي مختلفه تماما عن كل الشخصيات اللي جسدتها في مسلسلات رمضان قبل كده. تحس الاختلاف ده هل هو سببه كتابه حضرتك او الورق او رغبه من الفنانه في تطوير ادواتها؟ يعني الحقيقه الحاجتين، هي دي كانت رغبه موجوده عندي وعند غاده قبل ما ندخل المشروع، لانه لما حصل تواصل ما بيننا الشغل مع غاده الدراسي في ازمه بالنسبه لواحد زي حالاتي، انه غاده نجحت كتير جدا، اشتغلت كتير جدا، عملت شخصيات كتير جدا، فايه اللي انت هتقدمه لها جديد؟ يعني ايه الجديد اللي ممكن تقدمه لها؟ انا مش عايز برضو ابقى يعني مجرد مسلسل عابر في تاريخها وخلاص. وهي كمان كانت حابه انها تظهر للناس السنه دي من خلال مشروع مختلف وشكل شخصيه مختلف، يعني كل التفاصيل تبقى مختلفه عن ما اعتاد. طب لو رحنا من فكرة الإقناع، يعني كيفية الإقناع، لفكرة تانية وهي إن في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان لما بيبقى الفنان تاريخ أو اسم كبير زي الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق بيبدأ يتدخل في بعض المشاهد في الكتابات، هل ده حصل؟ ولو حتى حصل هل ده بالنسبة لك كان شيء مقبول؟ لا بالشكل ده ما حصلش. على فكرة ده كان تخوف عندي برضو قبل ما اشتغل، لأن احنا أول مرة نشتغل وهي ما تعرفنيش وانا ما اعرفهاش ونتعامل مع بعض ازاي. لا كده بالعكس، تحترم تخصص كل واحد جدا جدا جدا، لكن ده لا يمنع ان احنا ممكن في قعدات العمل بيحصل اقتراحات وافكار زي البرين ستورم، طب ما تيجي نعمل كده، طب ايه رايك في كذا؟ ممكن كده، لكن انها تتدخل في الكتابه بشكل مباشر لا خالص، ولا اعتقد انها عملت كده مع حد من زمايلي اللي اشتغلوا معاها قبل كده، يعني ان ست محترفه جدا 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 ومركزه في شغلها، يعني غاده مركزه جدا في الحته بتاعتها عشان كده بتحقق وبتنجح. طب استاذ باهر، يعني قلت ان المسلسل ده حضرتك بتشتغل على المعالجه الدراميه بتاعته واعاده كتابته وهيكلته لمده 10 سنين عشان يطلع لنا بالشكل النهائي في رمضان 2024. ايه الحاجات اللي حضرتك ضفتها مع المتغيرات او المستجدات الخاصه بالاوضاع اللي حوالينا؟ طبيعه الصراع وطبيعه، يعني هي التيمة مش مرتبطه بتاريخ، لكن الزمن، احنا بتطور التكنولوجي في العصر احنا فيه كل سنه في حاجه غير اللي قبلها، فالادوات اللي قد يتم استخدامها في حاجات زي كده، اضافه الى انه انا شخصيا بمرور الوقت ممكن يبقى طريقه تفكيري بتختلف كشخص، يعني فابتدي اقول ايه، لا الخط ده ممكن نخليه كده احسن، لا الشخصيه دي ما تعملش كده تعمل كده. طب الشخصيات يعني بالنسبه ليك ككاتب
كل الشخصيات في المسلسل أكتر من رائعة، وشفنا ظهور مميز للفنان أحمد ماهر وعودة قوية لرياض الخولي، الفنان العظيم رياض الخولي، لكن أيضا كان هناك يمكن إشادة بأدوار عديد من الفنانين. المزج ما بين عبق الماضي وما بين الفنانين العظام وما بين فنانين الحاضر كانت متعمدة لإضافة زخم للعمل. هو المسلسل من البداية من المعالجة معمول حسابه أنه يبقى بيمثل ثلاث أجيال، يعني الجيل الجدود وجيل الأبناء وجيل الأحفاد، فبالتالي كان متوقع من الأول. ده كان جزء من تحديات المسلسل ده في الكاستنج، وأنه أنت عايز من كل جيل أحسن ما فيه. فطبعا يعني ربنا وفقنا الأستاذ ماهر والأستاذ رياض والمجموعة اللي في جيل الأبناء كلهم، عبد مغني ومحمد علي رزق وجامايكا وصفاء جلال ومجدي بدر وكل المجموعة، وجيل الأحفاد كمان يعني عندنا مجموعة من الوجوه الجديدة الممتازة. نعم، الكاتب الرائع صاحب عمل صيد العقارب باهر ديودار، أتمنى لكم كلكم التوفيق، موسم رمضاني هائل ومنافسة قوية، شكرا على هذه المداخلة. طرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في النص الثاني من الموسم الرمضاني الحالي. العمل مكون من 15 حلقة وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، يقعان في الكثير من الأزمات. مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ألمي كفرنا وإخراج هاني خليفة. عاد الفنان ياسر جلال لتصوير مشاهد مسلسله الجديد جودر، والذي يشارك في السباق الرمضاني، وحصل فريق العمل على إجازة من التصوير أمس بعد أن وقع صباح أمس حريق محدود في ديكور العمل الذي يتم تصويره في الحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي. المسلسل من بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري. من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار. احكي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعمر المديد. أكدت الفنانة وفاء عامر أن دورها في مسلسل حق عرب إضافة كبيرة لمشوارها الفني، وأضافت عامر أن المسلسل به نخبة كبيرة من الفنانين المميزين، وأن الفنان أحمد العوضي يحظى بشعبية مميزة وهو قريب للغاية من الجمهور، مشيرة إلى أن العمل يتضمن العديد من الأحداث التي تبرز فيها الصراعات بين العائلات، ويقدم عدة موضوعات اجتماعية شعبية معربة عن سعادتها بردود فعل الجمهور الإيجابية على العمل. المسلسل بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي وآخرين، وهو تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. عرب، ده أنا ماليش غيرك في الدنيا. يا بنت ده عرب قاعد جوه قلبك ومربع. بحبك. عرب السويركي ماشي مع صباح الجياش. تعاقد فريق عمل مسلسل بقينا اتنين مع الفنانة جنات الغناء تتري البداية والنهاية للعمل، في مفاجأة كبرى للجمهور بعد غيابها عن تقديم تترات المسلسلات التلفزيونية لمدة عامين منذ مسلسل شارع 9 الذي عرض في عام 2022، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي خفيف ممزوج بالكوميديا حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب وإنعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة. ويشارك في بطولة العمل شريف منير ورانيا يوسف، وهو تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت. هاشتاج ايه؟ هاشتاج طلق مراته في الضلمة. انت بقيت نجم كبير في عالم الإعلانات. ده أنا قديم قوي 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 أيام ما كان الرالي رالي. انت بتعملي ايه؟ يا أنا يا لا كرة ما فيش أكل.
عبر الفنان محمد رجب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الحشاشين والذي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي. وقال رجب للقاهرة الإخبارية إن التجربة كانت مميزة للغاية، والتواجد مع فريق عمل به الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي أكثر من رائع. وظهر محمد رجب خلال الأحداث بشخصية أمير قلعة الموت التي ذهب إليها حسن الصباح واتخذها حصن له ومركزا للدعوة. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. بدون دم ولا قلعة ألموت الوحيد سيدة تهديد الخليفة العباسي. كما اهتمت الشركة المتحدة في إنتاجها هذا العام بالطفل ومسلسلات التحريك، حيث أنتجت الشركة 4 مسلسلات يأتي على رأسها الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز الذي يتحدث عن التاريخ والهوية المصرية، ومسلسل نورة اللي بيتناول مشكلات المراهقات وطريقة تفكيرهم، وأيضا مسلسل سر المسجد ومسلسل نور والكوكب السعيد. نعرف أكثر عن تلك الأعمال في التقرير التالي فلنتابع. الفنون في تاريخ مصر وتأثيرها على الأطفال. إيه أول مكان هنصور فيه؟ ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب. مخاطبة العقل والفكر وترسيخ الهوية المصرية في وجدان الأجيال الجديدة هدف تسعى له الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. هو المفروض يا مازن طول ما احنا عايشين نفضل نذاكر عشان نفهم عالمنا وتاريخنا وكل اللي حوالينا. ويظهر أثره في موسم دراما رمضان 2024. أنا موافق. حيث وضعت الشركة الطفلة ومسلسلات الرسوم المتحركة ضمن خريطتها لهذا الموسم بأعمال تتمتع بالتشويق وإثارة التفكير الإيجابي وأيضا جودة التنفيذ والصورة بمعايير هذا العصر. يا مازن انت من امتى بتفكر بالطريقة دي؟ انت ما كنتش كده وعمرك ما فكرت تبقى ترند أو تيك توكر. أهم هذه الأعمال مسلسل يحيى وكنوز الذي يأتي في موسم جديد يتحدث عن التاريخ والهوية المصرية في محاولة لخلق عالم آمن خاص بالطفل المصري ومتماش مع التقاليد والعادات التي تعزز القيم المثلى في ظل معركة الوعي والمستهدف منها هذا الجيل الناشئ. الحضارة كلمة مش من فراغ، دي نتيجة المجهود كبير لخلق الهوية. الأمر لم يتوقف عند المحتوى التاريخي فقط بل امتد إلى المحتوى الديني. الله أكبر. الذي يتم تقديمه على شكل مغامرة لأول مرة في الوطن العربي حتى لا يمل الطفل، كما يتابعه الطفل في مسلسل سر المسجد الذي تقوم فكرته على تعريف الأطفال بأهمية المساجد وآدابها بالإضافة إلى معلومات تاريخية عن المساجد الموجودة في مصر والمسجد الأقصى وغيرها. جيل اليومين دول ما بيحبش يسمع نصايح من حد، وطبيعي سيف كده، عشان كده هعمل تطبيق للموبايل عشان يعرفوا ثواب الصلاة في المسجد وأداب المساجد وفضلها. وكان لمشاكل المراهقات من الفتيات نصيب واهتمام كبير من الشركة المتحدة، إذ وفرت مساحة للحديث عن المراهقات وطريقة تفكيرهم وكيف يجب على الآباء والأمهات التعامل معهن بشكل صحيح. دايماً أسمع الأمهات تقول كده، وأكيد التليفون هو السبب، بعد كده ننام بدري بعد إذنك. والجانب العلمي أيضاً كان له نصيب من تلك الأعمال المهمة من خلال مسلسل نور والكوكب السعيد، والذي يتحدث عن كيفية تطوير كوكب الأرض من خلال العلوم الإنسانية المختلفة ليصبح عالمنا نظيفاً وسعيداً وآمناً. بس دي ما تبقاش أسلحة، دي وسيلتي لمحاربة الشر. كل هذه الأعمال تذهب مباشرة لعقل الطفل في مصر وعالمنا العربي لتقدم له وجبة رمضانية مفيدة فنياً وفكرياً، وتحمل معها قيماً سامية في عالم مليء برسائل موجهة لصالح اتجاهات فكرية تمثل خطراً على تلك الأجيال. يا رب حبب ابني في الصلاة، يا رب أنا زعلان قوي إنه ما بيروحش يصلي كل الصلوات في الجامع. الله، حلوة قوي يا كنوز، تصدقي دي لو عملتيها لوحة كبيرة وزودتي كام شخصية عظيمة من تاريخنا هتبقى لوحة فنية بتجمع عظماء مصريين كتير. الموضوع مختلف، يبقى إنفلونسر بحاجة مفيدة لنفسه ولكل اللي في سننا.
نشر موقع القاهرة الإخبارية حوار مع الموسيقار المتميز أمين بحافة مؤلف موسيقى مسلسل الحشاشين، والذي صرح خلال الحوار أن التحديث أو التحضير والبحث الموسيقي قد كلفه مجهود كبير وواجه تحديا في مزج الأنماط، وأكد أنه حرص على تقديم فكرة مختلفة من خلال ربط التتر بالإنشاد الصوفي. وذكر بحافة أن مصر هي هوليود الشرق وأنه تعلم من كبار المخرجين، وأضاف أن الموسيقى المصري عمر خيرت وإشعار عمر خيام وأشعار عمر خيام قد ساهمت في تربية أذنه الموسيقية. وعن الحشاشين أيضا نشرت جريدة الوطن مقال عن الفنان سامي الشيخ أحد الوجوه البارزة في مسلسل الحشاشين، ويعرف المقال الشيخ بأنه درس في نيويورك المسرح والتمثيل، وهناك حصل على أول أدواره في السينما بفيلم Looking for Comedy in the Muslim World عام 2005، ثم شارك بعدها في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها هوملاند وعدد من الأفلام مثل American Sniper وتشارليز ويلسونز وور. ثم عاد الشيخ إلى مصر ليشارك في عدد من الأعمال الفنية، وفي الحشاشين يؤدي دور حارس زنزانة حسن الصباح، والذي ساعده على الهروب من السجن ليصبح بعد ذلك الرجل الثاني في جماعة الحشاشين، والذي أوصى الصباح أن يكون خليفته وحاكم قلعة الموت بعد وفاته. في حوار أجرته اليوم السابع مع الفنان الشاب عصام عمر بطل مسلسل مسار إجباري، تحدث عن علاقته بأحمد داش الذي يشارك البطولة أمام وخلف الكاميرا، وقال عمر طول الوقت بنهزر وبنضحك مع بعض في كواليس المسلسل، ومن المشاهد الصعبة مشاهد الوصية، وأكتر مشاهد بحبها في المسلسل المشاهد بيني وبين أحمد داش، طول الوقت بحبها بنغير وبنلعب فيها حاجات وبنرتجلها تطلع لطيفة. ومن الوجوه الصغيرة المبشرة التقت جريدة الدستور بالطفل آدم وهدان أحد أبطال مسلسل إمبراطورية ميم، واللي قال أنه سعيد جدا بالمشاركة في مسلسل بهذا الحجم ويحمل أسماء عابقرة وأنه يلقى إعجاب الناس، كما أنه سعيد بكل الأساتذة في المسلسل لأنهم يساعدونه جدا، وفي مقدمتهم الفنان خالد النبوي اللي بيأدي دور والده، فقال أن النبوي يهتم بهم كثيرا على مستوى المسلسل وخارجه ويحفزهم كثيرا على الاهتمام بالمستوى التعليمي بجانب التمثيل، وهو ما يفعله آدم، لذا لقبه النبوي بعبقرينو. انتهت نشرتنا الفنية لليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.